انتي الكل كيعرفك بانك كتشتغلي على الرقص. كيفاش جاتك الفكره باش تشتغلي في هذا المجال؟ انا الرقص كان هوايه عندي ملي كنت صغيره، وتحت لي الفرصه باش نمشي لفرنسا وانا باقا صغيره. كنت تما كنمشي للاوبرا ديال لاباستي، كنتفرج في لي غون دونسور، في الراقصات اللي كيقدوا الاستعراضات ديالهم. حاولت نجتهد وحاولت نتعلم وحاولت ندير دي فورماسيون كان من فرنسا. ملي مشيت للبرازيل حبيت لاكابويرا وحبيت العالم ديال هذا، وحاولت ندير تكوينات ونطور من نفسي ونلاقي ما بين لا دونس اورينتال ولا دونس مودرن. وكيف ما كتعرف بان لا دونس هي اول حاجه استعملها الانسان في حياته. يعني ملي كتشوف في القديم الا جاك البرد الرعشه ديال البرد، الا جاك الجوع فيك الوجع، يعني لا دونس جزء لا يتجزا من حياه الانسان العادي. يعني هو فن من الفنون اللي عندها علاقه كبيره بالانسان. ما كتشوفيش بانه كيختلف مع طبيعه المجتمع التقليدي ديالنا محافظ الى اخره؟ احنا مجتمع تقليدي محافظ ولكن متفتح جدا على ثقافات اخرى وحضارات اخرى. يعني الشباب المغربي اليوم ما بقاش كيفكر كيف قديم. هو جمهور صعيب الفن، الجمهور المغربي، وكيشوف بزاف ديال الاعمال اخرين ومتعطش جدا باش يكون عنده حتى هو فنانه في المستوى اللي يبروزونتيو المغرب بزاف ديال البلايص. يعني ما كاينش مشكل كانك راقصه او ممثله في المجتمع المغربي. كان هذا الشيء قديم ما بقاش دابا، لان كاين بعض الراقصات كتضايقهم كتقولي لها راقصه، تقول لك اودي انا فنانه ماشي راقصه. ما الرقص عمره ما كان عيب، انا افتخر كوني راقصه. بيان سور افتخر. يعني تقدري مثلا انت تمارسي الرقص في كباريات؟ طبعا لا، طبعا لا. انا ضد بعض المغنيين الشباب ديالنا المغاربه اللي كنحترمهم وداروا ديزالبوم وكتسمع اليوم بانهم كيغنيو في ديكاباري، الوغ جو سوي كونتر. لان الرقص لا، ولكن الرقص ديال الكاباري هو ليس بفن. انا ملي كنقول لك الرقص، لهذاك الرقص الكاباري كيبقى اغراء وكيبقى كيبقى حاجه اخرى. انا هنا ملي كنقول الرقص كنهضر على المسرح، كنهضر على الخشبه، كنهضر على دي سبيكتاكل، كنهضر على رساله، ما كنهضرش على كاباري وداك الشيء. كاين فرق كبير. باعتبار انك انت عشتي شويه واحد المده في البرازيل، واش عندك شويه مع الرقص البرازيلي، الرقص السامبا الى اخره؟ كنشطح السامبا مزيان، وكان انا في الرقص البرازيلي كنفضل لاكابويرا. لاكابويرا هي رياضه وفن عظيم جدا، كنعتقد عجبني احسن من لاسامبا. بعيدا عن الاعمال والاخر، كيفاش كتحاول تعيشي الحياه ديالك الخاصه، خصوصا الزوج ديالك في البرازيل وانت هنا في المغرب، يعني وكتسافري بزاف، كيفاش كيتاثر هذا الحياه؟ حياة العملية ديالك كتشوف انا الوقت الاكبر مع الاخوات المناضلات والندوات وهذا. انا عندي الزهر وسعيدة بزاف لان الحياة ديالي والطوغ دو كاين بزاف ديال الاخوات كيامنوا بيا وهذا. يعني بحالي بحال اي مرأة عادية. شوية الصعوبة خصوصا البرازيل المغرب شوية؟ لا ما كاين، لا ما كاينش بعد المسافة. انا كندوز شهرين في العام في البرازيل، كنمشي نتسارح ونقوي شوية اللغة ديالي، وحتى البنية ديالي تشوف صافامي وهذا. يعني كنعيش حياتي عادي بحالي بحال اي مره، ما عنديش حتى صعوبه. الصعوبه الوحيده اللي عندي لحد الساعه لانني كنتقاتل بوحدي، كنتقاتل بوحدي في الوسط الفني. يعني معايا اخوات من جميع الميادين، وانا الفنانه الوحيده اللي كنتقاتل على واحد القانون يفعل ليحمي بعض الفنانات. كلمه اخيره. كلمة أخيرة، شكرا للحضور ديالكم. كنتمنى من الجمهور المغربي يبدا يفصل وينقي ما بين الفنان الحقيقي وما بين الدخلاء على المهنة. يعني لحنا كنا عارفين واحد الإنسان بأنه أخلاقه ما مزياناش، بأنه ماشي فنان كيحاول يجيب أعمال ديال ناس أخرين ويقدمها على أساس أعماله. كنتمنى من المغاربة عندهم وعي كبير يحاولوا يحاربوا بحال هاد أشباه الفنانة. شكرا لك.